نطلب من كل الشباب من كل الناس من كل الناس لقد يعني تيقنا من هذه يعني هذه الحملات الانتخابية انه يجب الوقوف وراء فخامة الرئيس بوتفليقة اللي هو اللي راح يمد لان العهدة هذه هي تسليم المهام للشباب الجزائري وتسليم المهام للناس اللي رسمتها. والان الوحيد المؤهل في الجزائر يعني هذا بحث مش انا اللي نتكلم ولا لا هذا المنطق والبحث اللي يقول يجب علينا ان ندعم المرشح عبد العزيز بوتفليقة ونطلب منكم كامل باش تفوتيو عبد العزيز بوتفليقة. الشعب الجزائري يا ولاد الحرام يا من تريدون ان يا من حق تزمنكم بالله تبقى الجزائر واقفة يا ولاد الحرام يا وليد 60 ناهرة الرئيس راه خارج اليوم يا ولاد الحرام ولبس عليه وهذا ما هو الا درس درس لكن ما هو الا درس ما هو الا درس لا لا لقد عرفنا حقدكم دائما وما زلتم كلكم كل العالم يتربص بنا بنا كلهم بالجزائريين ونحن دائما لا نضر احد لكنكم انتم كلكم يا ولاد الحرام تتربصون بالجزائريين الرئيس هو سجل يا تاريخ ان كل العالم يحقد الجزائر نوصل نبقى يد واحده بالمليح بالخبيث بالخائن اللي مش خائن دائما تحت رايه العالم ونحن لا نمجد رؤسائنا كانتم هذا رمز من رموز الجمهوريه فقط اي رئيس نحترمه سواء كنا معه او ضده لكن هذا درس لنا كلنا وسوف ترون في المستقبل ان الشعب الجزائري سياخذ هذا الدرس بعين الاعتبار ويعرف انكم كلكم حاقدون علينا. السلام عليكم دائما الموقع العدد الى كل صفحاتنا على شكل ونطلب منكم كامل باش تفوتيو عبد العزيز بوتفليقة ليس نفاقا وليس شيتا وليس لانه سوف يسلم المهام للشباب سوف يسلم المهام للشباب سوف يسلم المهام للشباب. الرئيس راه خارج اليوم يا ولاد الحرام ولبس عليه وهذا ما هو الا درس درس لكن ما هو الا درس ما هو الا درس لا لا لقد عرفنا حقدكم دائما وما زلتم كلكم كل العالم يتربص بنا.